تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج المرأة. سيدتي، كيف تساعدين طفلك على التأقلم مع المدرسة الجديدة؟ ما هي أهم النصائح التي يجب معرفتها قبل بدء العام الدراسي الجديد؟ كيف تواجهين قلق الطفل، قلق الانفصال إن صح التعبير، عند بدء المدرسة؟ كيف نختار الحقيبة المدرسية؟ وأسئلة عديدة تشغل بال الأهالي هذه الأيام سنطرحها اليوم على ضيوفنا، ونرجو أن نوفق في إعطاء الوالدين وتحديدا الأم بعض النصائح التي تمكنهما من الاستعداد للعام الدراسي جسديا ونفسيا وعقليا. فأهلا وسهلا بكم جميعا، وأبدأ بالترحيب بضيفتنا هنا في الاستوديو، الداعية وناشطة المجتمعية الأستاذة لنا الصميد. يا مرحبا، شرفتينا، نورتينا، اهلا وسهلا بحضرتك. كما وانضمت الينا من جنوب المملكه المغربيه الاستاذه عائشه خويا، وهي ممرضه مختصه في صحه الام والطفل. اهلا ومرحبا بحضرتك استاذه عائشه، وشكرا لقبولك الدعوه. ونبدا مع استاذه لانا. اهلا وسهلا فيك استاذه لانا. يعني هذا الموضوع يشغل بال الناس، بعض المدارس بدات والبعض في الاستعداد لبدء العام الدراسي هذه الايام، ولكن تبقى هناك اشكاليات في التعامل مع الطفل، خاصه انه نحن مررنا باجازه صيفيه طويله، تعود الاولاد فيها على النوم متاخر، يعني في الكثير من الامور المساله لم تكن منظمه، حتى شعرناها بانفسنا انه عادة الطفل يتشجع أنه غدا يعني سأبدأ المدرسة، بينما هذا العام تشعرين أنه لا يوجد هذا يعني هذا الترحيب بدخول المدرسة من قبل الأطفال. أود أن تحدثين في هذا الموضوع. تحية للجميع وعام دراسي سعيد على جميع الآباء والأمهات. أخشى أن بعض الآباء يتنصلون من المسؤولية لأن العنوان يختص فقط بالسيدات أو بالأمهات، ولكن نحن نؤمن أن يعني وراء كل بيت سعيد وطلاب ناجحين أب يرعاهم ويوفر تلك البيئة لأمهم التي تقوم بهذه المهمة، وهم المعلمين والمدرسين الأوائل. أسأل الله أن يجزي جميع الوالدين خير، هم الأساتذة الأول في حياتي وحياتك وحياة جميع الأشخاص. كما أود أيضا قبل أن نبدأ في هذا الموضوع أن أقعد يعني بعض الأمور المهمة، ومنها أننا ربما قد نركز فقط على الطفل هنا، ولكن العام الدراسي هو يشمل جميع الشباب والصبايا، جميع أنواع يعني الطلاب، عمر الفتوة، عمر الطفولة طبعا بنوعيها المبكرة والمتأخرة، كذلك أنواع الطلاب أنفسهم. فهناك الطلاب الذين يذهبون للمدرسة كالحضور النظامي، وهناك من يدرسون بالمنازل وهو التدريس المنزلي، وهناك ذوي الاحتياجات الخاصة. فكل منهم الحقيقة يعني له طريقة تعامل معينة، له مرحلة معينة، له تهيئة. فيعني أرجو أن نحاول في هذه الحلقة أن يعني ننتبه أن الخطاب للكل وللجميع، ولكن ربما إذا نركز على الطفل لأنها هي البداية والانطلاقة التي ينبني عليها بقية المراحل. كلام في غاية الأهمية. طيب خلينا نحكي عن تحفيز الطفل برأيك قبل الذهاب إلى المدرسة. يعني قال أنه هناك يجب أن تكون عملية الاستعدادات قبل بأسبوعين من بدء العام الدراسي. ما هي أبرز النصائح التي تهم الأم تحديدا والتي يجب أن يعني تتعامل معها مع بداية العام الدراسي؟ طيب احنا طبعا نتكلم على نرجع على الطفل، لأنه طبعا هو البداية والحقيقة هي اللي يواجه فيها صعوبة الكثير من الأمهات، خاصة الأطفال الذين لم يدخلوا المدرسة أو الروضة منذ قبل. وطبعا هناك معاناة كبيرة لما يسمى باضطراب قلق الانفصال. الطفل الذي بالذات كان لصيق جدا ومعتمد أكثر على أمه، بالمقابل نجد أطفال سعيدين ويعني في منتهى يعني الفرح وكأنها ليلة العيد بالنسبة لهم، فيتبع طريقة وسلوك التربية، فهذا جدا مهم. ولذلك حينما نوصي الأمهات دوما أن لا تنامي بجانب الطفل، اجعلي للطفل غرفة خاصة، علميه على الاستقلالية، حاولي أن تذهبي به إلى مراكز الأمومة واللعب قبل المدرسة حتى نهيئ هذا الجو. على افتراض أن هذا الأمر لم يتم، فهنا مثل ما تفضلتي على الأقل بأسبوعين يتم تهيئة الطفل. ومن الأشياء الحقيقة التي وجدتها عن تجارب شخصية فادت في هذا الموضوع قراءة قصة.
كيف أن أحمد أو محمد أو سارة أو هدى ذهبوا المدرسة وحقيبة المدرسة ودرسوا ولم تكن الأم معهم ومن هذا الكلام. فقراءة قصة وإعادة نفس القصة على الطفل خاصة مرحلة ما قبل النوم وهي المرحلة التي يخلد فيها لكثير من المعلومات والذكريات هي مرحلة جدا مهمة. كما أيضا تهيئ الزي المدرسي والشنطة والأمور كلها بطريقة مرحة وجيدة ومفعلة، هذا أيضا تهيئة. هي حقيقة لو نأخذها كنقاط، عدة نقاط بالذات للأطفال الذين لم يدخلوا المدرسة من قبل، كما قلنا قراءة القصة، أيضا التهيئة بشراء الزي المدرسي والحذاء والشنطة وما إلى ذلك وجميع المستلزمات، وأن يكون الطفل حاضر موجود في شراء هذه الأمور. أيضا تنظيم مواعيد النوم، الحقيقة هي عبارة عن صراع كبير وكثير من الأطفال يعتبرها عبارة عن عقاب. يقال أنه لتنظيم النوم فائدة كبيرة على يعني جدا على الطفل، على نفسيته، على عقله، على استيعابه العلمي والمدرسي. فالحقيقة القضية ليست يعني أن تفهمه الأم أن هي القضية ليست قضية عقاب، إنما هي القضية قضية لمصلحتك ولأجل أن تنال الدرجات العليا. قيمة المدرسة أصلا، ما هي قيمة ذهابك للمدرسة؟ أحيانا كثير الطفل لا يعلم لماذا أصلا أنا أذهب للمدرسة. نعم. ولذلك بناء على هذا الأمر نحن نحاول أن نرشد الأم أولا. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت طيبا شعبا طيب الأعراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهن مدى الآفاق. فالأم هي الأصل في التهيئة وفيما يعني غيرها. اسمحي لي سيدتي أنتقل إلى المغرب، معي من هناك الأستاذة عائشة خويا. أهلا وسهلا بك سيدتي، شكرا لوجودك معنا اليوم، أعرفك أنك في العمل ولن أطيل عليك كثيرا. وسؤالي لك مع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، هل بدأت المدارس في المغرب أم ما زالت مغلقة؟ أولا أهلا وسهلا بك. أهلا وأشكركم على هذه المبادرة الطيبة والبرامج يعني المفيدة للمجتمع ككل والأطفال كذلك. في المغرب بدأت الدراسة من الاثنين الماضي، أي الخامس من سبتمبر. وبدأ معها صراع بيئة الأطفال وصراع الأطفال للتخلي عن جو الصيف والعطلة والنوم والمرح كذلك. نعم أستاذة عائشة، يعني دعينا نتحدث معك عن الجانب الصحي للطفل وأيضا للأسرة بشكل عام وللأم، يعني إلى أي مدى يساهم الاستعداد النفسي والجسدي في بداية سنة جديدة مفعمة بالنشاط بالطاقة وأيضا بالنجاح؟ والله الاستعداد النفسي والجسدي الذي تلعب فيه الأم دورا كبيرا لإعداد أطفالها للمدرسة له دور كبير جدا، ولا يتم الوصول إليه، يعني لا يكون الوصول إلى هذا الاستعداد هينا، فهو يتطلب من الأم مجهودات كثيرة وتفكيرا عميقا واستيقاظ مبكرا وأشياء تقل. أن المرحلة تعتبر مرحلة حساسة جدا، ويمكن اعتبارها مرحلة الفطام الثاني للطفل عن أمه، أي أننا ننتقل من مرحلة الأم إلى مرحلة النحل. الطفل يكون داخل بيته أو مجتمعه الصغير يتحدث عن نفسه، ولكنه ينتقل فجأة إلى مجتمع مصغر فيه أصدقاء، فيه مدرسين، فيه أطر وغير ذلك، يعني أنه فطام كان وانتقال من بيت الأسرة الذي لا لا لا, يس لا يعني يسمح له فيه بفعل ما يشاء دون ضوابط أو قواعد إلى مرحلة الضوابط والقوانين المرتبطة بالمدرسة. هنا يأتي دور الأم، يعني لتجعل هذا الانتقال انتقالا سلسا وصحيا عليها يعني مجموعة من الأمور، منها كمرحلة أولى ترغيب الطفل في هذه المدرسة، ويبدأ هذا الترغيب أولا وقبل كل شيء يعني بجعله يشكل صورة ذهنية جيدة وإيجابية عن المدرسة، يعني بحديث أولا
يعني على الأم دائما أن تتحدث مع طفلها خصوصا عن 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 فوائد المدرسة، عن عن ما سيناله من أصدقاء جدد، من 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 فضاء جديد، يتعرف إلى أشخاص آخرين، إلى جو عام من آخر، مدرسين، أصدقاء، حصص من الترفيه، الغناء، اللعب، وليس فقط الدراسة، ولا نجعله يرى الجانب الصعب أو القاسي في المدرسة. ربما يستطيع الحديث. يعتمد سيدتي على تأهيل الطفل نفسيا قبل الدخول المدرسي، وتهيئته في البيت أصلا، لأنه أحيانا في أحيان كثيرة الأسرة دون أن تقصد لا تساعد الأطفال على ولا تشجعهم بشكل مطلوب وصحيح على الذهاب إلى المدرسة من غير أي منغصات، خاصة في الأيام الأولى، وبالتالي يشعر الطفل بالخوف من الذهاب إلى المدرسة وعدم الرغبة أصلا. هل تعتقدين أن السبب في ذلك هو خوف الأب والأم على الطفل، أو أنهم حرصهم الشديد في الحياة اليومية على عدم تواصل الطفل مع الآخرين قد يسبب له أزمة نفسية؟ نعم بالطبع، فإذا كانت الأم يعني من الأمهات التي يكون حريصات بشكل مبالغ فيه على الطفل، هذا سيجعله بعيدا كل البعد عن الاندماج مع الآخرين. يعني أنه قبل مرحلة المدرسة على الأم أن تشجع طفلها على الجلوس إلى أطفال من سنه أو حتى مع الكبار، فجلوسه أو مجالسته للكبار يمنحه تشكيلا وصقلا لشخصيته، وهذا أيضا في مجتمعنا يمنحه مثلا مجالسته للكبار تمنحه التقدير والاحترام، فيعزز هذا من حبه لذاته ومن احترامه لشخصه، أي أنه يستطيع مجالسة الكبار، تستطيع كذلك اصطحابه إلى الحدائق العامة وجعله يلعب مع الأطفال ويخالطهم، يعني يكون صداقات جديدة، لا يبقى محصورا داخل المنزل وحده، أو نخاف عليه الخوف الشديد. نعم. من أستاذة عائشة، قبل أن أنتقل لضيفة الأستاذة لانا، أود أن أتوقف معك عند أبرز الأمور الصحية التي تخص الأم وأيضا طفلها. يعني هل تعتقدين أن التشجيع على الأنشطة الرياضية من أجل الحصول على الطاقة مسألة مهمة في حياة الأطفال ربما بعد المدرسة أو في فترة التحضير للدخول المدرسي، وكذلك نوعية الغذاء، لأنه نحن نعرف أنه العقل السليم في الجسم السليم، يعني هكذا تعلمنا. بالطبع، فالرياضة بشكل عام لها منافع كثيرة للطفل، سواء منافع جسدية وكذلك عقلية أو نفسية، حيث أنها تمنح يعني علميا الرياضة بشتى أنواعها تمنحنا هرمونات السعادة وهرمونات الاسترخاء، وهذا يجعلنا مقبلين بشكل إيجابي على الحياة عموما وليس على الدراسة فقط، وهذا أيضا يشمل الأطفال. سوء التغذية تحديدا، نتحدث عن الغذاء هنا وسوء التغذية، وحضرتك أيضا مختصة مهتمة في هذا الشأن، يعني أيضا يؤثر على التحصيل العلمي للطالب. يعني ماذا تنصحين الأمهات في هذا الصدد؟ بالطبع التغذية لديها تأثير مباشر على التحصيل العلمي للطالب، حيث أن الأمهات التي يمنحن أطفالهن تغذية طبيعية خالية من كثرة السكريات والنشويات إلى ما يعني وما إلى ذلك تجعلهن أكثر تركيزا وأكثر اتزانا، لأن السكريات خصوصا أن الأطفال يعني في 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 الأيام القليلة الماضية كانوا لا زالوا يعني في العطلة، وبالتالي كانت تغذيتهم تحتوي على الكثير من السكريات، المثلجات، النشويات، المشروبات الغازية، حدث ولا حرج، المشروبات الغازية، دهون المنقوعة، وهي كلها أطعمة لا تحقق ولا
تنسي المثلجات والآيس كريم اللي كلها سكر يعني. يعني نعم تجعله خاملا وغير مستعد لنشاط حتى صحيح. بدني وليس ذهني. يعني أن التحصيل الدراسي المثمر يستوجب تغذية سليمة بها خضروات، بها فواكه، بها دهنيات يعني طبيعية وسليمة، بها ترطيب للذات بالمياه، حتى يستطيع التركيز أكثر في المدرسة ويعني يستفيد من الدروس التي تقدم له إن كانت داخل الصفوف أو خارجها. كذلك مهمة، نقطة مهمة تجهلها الأمهات مثلاً التي يجعلنا من بين الوجبة الخفيفة التي يصطحبها الطفل سكريات أو سنيكس أو يعني شيء مشابه لهذا. هذه المسائل تجعل الطفل كثير الحركة مشتتة الذهن وتخلق مشاكل حتى للمدرسين، حيث يفشلون في ضبط الطفل داخل الفصل لأنه يكون كثير الحركة بسبب هذه الوجبات السريعة الخفيفة التي تعتبر قنبلة من السكريات. فعلا، وأحيانا تتساهل الأم في وضع هذه الأمور لدى الطفل، وبالتالي هي تؤثر على صحة الطفل بشكل كبير. شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة الأستاذة عائشة خويا، الممرضة المختصة في صحة الأم والطفل، كنت معنا من جنوب المملكة المغربية. تحياتنا لك، وأكيد للحديث بقية. وأعود للأستاذة لانا. أستاذة لانا، دعينا نتحدث أكثر حول ما أهم النصائح التي يجب معرفتها قبل بداية أو مع بداية العام الدراسي. هناك العديد من الأمور الهامة، إذا ما تحدثنا عن تواصل الأهل مع المدرسة. نعم. يعني نحن نهمل هذه الفقرة. نعم. عادة تتصور الكثير من الأمهات أن يعني عملية الدراسة يعني يقوم بها الطفل فقط أو يعني مسؤول هو عنها، مغفلين قضية تواصل الآباء، قراءة الرسائل التي ترد، اجتماع الآباء مع يعني من هم مختصين في هذه المدرسة، بعض ورش العمل. الحقيقة يعني هنا بالنسبة احنا نتكلم في بريطانيا، توفر لدينا ورش عمل خاصة بنفس مثلا كيفية تدريس الرياضيات، مثلا كيفية الاطلاع على المناهج خلينا نقول العلمية وهكذا. قضية صعوبة اللغة عند بعض الكثير من الأمهات والسيدات، فهي تهمل هذا الجانب. وإحنا قاعد نتكلم من أول ما جلسنا عن قضية الأم والتدريس والكذا، هذا لا يعني غياب الأب، ولكن في الغالب الأم هي المسؤول عن هذه البرامج وهي التي تحضرها. فنجد يعني حاجز اللغة وقت أكبر مع أولادها من زوجها. نعم بالضبط، ولذلك يعني نحن يعني نحب دعم الأب ومتابعته وأن يرى ما الذي حصل. ضروري. لازم يعني أن يجلس بالذات بعد رجوعه من العمل، ما الذي حصل اليوم، كيف كان جدولة اليوم إلى آخره. لكن طبعا لدينا للأسف حاجز اللغة، فبعض الأمهات يعني تستحي أو تخجل من الذهاب للمدرسة، وبالتالي ينخفض مستوى التدريس أو المتابعة نتيجة لأنها لا تعرف اللغة. ولذلك أنا هنا أقول لا بأس من الإنسان أن يعالج بدل ما أن يختفي أو أن يعني يتقوقع عن الساحة، أن يطالب بترجمة أو يطالب بأحد مساعد، أو على الأقل يجلس ويستمع وما يفهمه يفهمه، ما لا يفهمه يحاول أن يطلب يعني مساعدة في ذلك. نعم، وهم هنا يتفهمون ذلك. طبعا بالنسبة لدولنا العربية البعض وليس الكل تفضل جلسات قهوات الصباح وجلسات الجيران والجارات، الخروجات، التسوق، على أن تذهب وتضحي بذلك النهار في سبيل الذهاب للمدرسة. طبعا النتيجة حتمية يعني إلا بعض الحالات الاستثنائية، هبوط المستوى، شعور الطفل أن أمي أصلا أو والدي لا يعلمون أي شيء عما أفعله في المدرسة، وبالتالي هو يأخذ الأمور يعني حيص بيص كما يقال. ولذلك مجلس الآباء، ورش العمل، متابعة الرسائل التي ترد عبر الإيميل أو عبر يعني بعض مثلا الآن الحمد لله مجموعات الواتساب التي تختص مثلا بالصف الرابع، الصف الأول، والتواصل أيضا بين أولياء الأمور أنفسهم. نعم، تواصل يعني عقد صداقة. يعني هذه قضية أن تذهبين للمدرسة ومجرد تذهبين لاستلام الطفل تخرجين، هذا لا أعتقد مناسب. يعني مجرد السلام على الآباء والأمهات عرب أو غير عرب، مسلمين أو غير مسلمين، هذا لا يعنينا. الذي يعنيني أن هذه الأم ابنها موجود في هذا الصف. صح. أخلق علاقة طيبة وسلام وتعارف، أسئلتهم مثلا عن أي شيء، تبادل الخبرات، الشيء اللي هم نجحوا به. ربما أنا مثلا ابني الآن يبكي مثلا، كل ما أستلمه هو يبكي، أو مثلا غاضب،
أو يعني لا يريد أصلا الذهاب للمدرسة، فأستفيد أستفيد من الأمهات اللي ما شاء الله أولادهم بكل فرح وكل سرور وكل انبساط. ولذلك يعني الإنسان يعني دائما هو وليد الخبرات الأخرى ويتعلم. نعم. طيب مشكلة تنظيم عطلة نهاية الأسبوع هذه مشكلة أيضا بحد ذاتها بالنسبة للأهل، كيف يتعاملون معها؟ إحنا بالنسبة لنا طبعا هنا في الدول الغربية غالبا عطلة نهاية الأسبوع ربما قد تكون ليست عطلة، لأن عندنا طبعا المدارس العربية، تعليم اللغة العربية، وعندنا غير المدارس العربية عندنا الأهل اللي مثلا يحبون يعلمون اللغات، مثلا اللي هم جايين مثلا من شمال أفريقيا يحبون يعني يضيفون الفرنسية كامل تدريس، أي يضيفون الفرنسية أو الإسبانية أو مثلا يضيفون تايكوندو أو إلى غيره، وبالتالي إحنا صفينا ما لا تقريبا لا يوجد عطلة. ولكن لمن لا ينخرطون في تلك الأنشطة، نعم عطلة نهاية الأسبوع أنا أفضل حقيقة إن على الأقل يوم، وهذا يعني ولله الحمد موجود عند كثير من العوائل اللي هي يسموه الفاميلي داي، يوم العطلة يوم الأسرة، واللي هو الخروج إلى متاحف إلى حدائق إلى مراكز ترفيهية، العطلة مثلا شواء، إلى نوادي إلى رياضية يعني نوادي رياضية، أي شيء يعني تقضي به العائلة بعيدا عن الشاشات، بعيدا عن الجوالات والموبايلات، بعيدا عن أجواء الجدية خلينا نقول في التدريس والمتابعة، وأحيانا حتى التدريس الخصوصي اللي هو التويشن إلى غيره، فحقيقة مثمرة جدا بتقريب العائلة، كأنها عبارة عن خلاصة لما كان في هذا الأسبوع من أنشطة من مشاكل من صعوبات من أمور مرت بها العائلة. نعم. فهي جدا يعني نقطة استراحة بعد يعني صراع الأسبوع الكامل. نعم. هناك أيضا مسألة مهمة الخبراء يوصون به، وهي مسألة أنه أن تسألي طفلك بعد العودة من المدرسة. نعم. يعني يصبح هذه تصبح مسألة روتينية يعني. نعم. بشكل يومي سؤال الطفل والاستماع له يعني ماذا. نعم. فعلت بالمدرسة، هذه كلها أمور قد تشجع أكثر. نعم طبعا هنا يعني يجدر بنا اختلاف الشخصيات، فهناك الطفل الكتوم والذي لا يحب أن يتكلم أو يعتقد أنه هو عنده حياة الخاصة وأصدقائي وأن أنا ما أحب يعني أفصح عن هذا الشيء. طيب أنت نفسك تكلم عن نفسك، البعض يعتبر أنه لا يعني يبدأ خاصة بالعمر خلينا نقول الصف الخامس والسادس الابتدائي يبدأ هذا مرحلة نوعا ما التمرد، تكوين الشخصية، والتمرد وتكوين الشخصية طبعا يزيد المنسوب في المدرسة الإعدادية والثانوية تحديدا مرحلة المراهقة. يعني السؤال هو ليس فقط السؤال عن المناهج الدراسية لا الوظائف، وإنما أيضا لأنه بدأت تظهر في المدارس طبعاً مشاكل طبعاً كثيرة مشاكل. مخدرات كل شيء يعني حتى جرائم. نعم. عديدة، شذوذ غيره إلى آخره. يعني من الجيد أن تخلق الأم علاقة مع أولادها ويتعودون منها على الأقل حتى تحاول حماية ابنها لو بالضبط. شعرت أو أحست بأنه ضرر ما قد. نعم. يصيبه. نعم ربما من كلمة، ربما الطفل يعني ليش نرجع نقول احنا عندنا شخصيات، الطفل صح. الغامض، الطفل الكتوم، الطفل المنفتح، بالعكس يعني ما راح يوقف وهو يعني يسرد لك من اول لحظه دخل الصف الى ما استلمتيه. وعندي سبحان الله، ولذلك تبقى مهاره الام ان كيف تستجلب الكلام، وبصراحه هذا لا ياتي الا بعلاقه حب والا بتربيه صحيح. من قبل والا يعني بحوار وانفتاح. سالت يعني قبل فتره احد الاباء الناجحين اسال الله ان يبارك له في اولاده، يوميا هو يجلس في فتره المساء يعني، وحقيقه هو في اغلب العوائل يا اما نلقى الام ماخذ هذا الدور يا اما نلقى الاب. جميل. نادر. هو نوع تقييم لكل ما حدث خلال اليوم. اي نعم. فنادر جميل. ما نلقى اثنينهم، لكن هو ما شاء الله ماخذ هذه الجانب اسال الله يبارك له. فقال لي منهم مصغر انفتحت عليهم بحوارات وسوالف، حتى مسألة أوكرانيا وروسيا والسياسة وفلسطين وغيره يعني، والعالم والأزمات اللي تحصل في البلد اللي هم يعيشون به، فنشأوا على قضية الحوار المسائي. جميل. يوميا ويتناولون كل ما ورد في المدرسة. هذا كيف يحصل مع أب يقضي المساء في القهوة أو مع الموبايل أو مع الجيمز أو مع التيك توك أو مع غيره؟ لا يمكن. فأنت لما تأسس من عمر الطفولة، طبعا هذا نستغله في الأمهات اللي يمشون للمدارس، السير للمدارس نقضيها، أيضا الأمهات اللي يسوقون وقودون السيارات، وأني منهم أستغل فترة الرجوع كلها بهذا الأمر، وقد يستمر للحظة الدخول المنزل وإحنا مستمرين على الموال إن كيف وصار ودار، أي شيء أزعجهم، أكلتوا الأكل ما أكلتوه، عجبكم ما عجبكم، شنو اللي صار طيب بالدرس، المعلومة اللي تناولتوها. بصراحة هذا يفتح جسور وآفاق يعني الاستماع إلى الطفل وسؤال عن ماذا واحترام حدث رأيه خلال اليوم يعني مهم جدا. نعم جدا. واحترام رأيه إنه قال شيء ربما يكون خاطئ
تحاول مسألة أو قضية معينة، أن مثلا الأستاذ قال أن مثلا أن الأسنان تنمو كذا ولازم تفرشوها مثلا مرتين باليوم، لا أنا حفرش مرة باليوم مثلا، يعني ليس ربما مسألة أخلاقية، لا كيف تنظر أنت لهذا الأمر، كيف تقيمه، كيف تناقشه وتفتح منها، تفتح مجرى حديث ويشاركك البقية اللي قاعدين بالسيارة. طبعا نرجع نؤكد على من لديهم أطفال عندهم تحديات أو احتياجات خاصة، نؤكد على من لديهم يعني أطفال عمر الفتوة اللي هي تسموها أنت عمر المراهقة، وهي أصعب مرحلة، أصعب مرحلة، لأن طبعا يتمرد، يبدأ تكوين الشلة والعلاقات والأمور، لا يريد أن يبيح بكل شيء الخصامات والمعارك اللي تحدث أثناء المدرسة، لا يريد أن يظهر بأن مكسور أو غاضب أو أن أحد قدر ينتصر عليه. فطبعا هنا تأتي مهارة الأم في استجلاب المعلومات، كيف كان اليوم، ولكن هذه المهارات تحتاج إلى تدريب، جدا يعني ليس تدريب. بالأمر السهل التعامل مع ربما دعوتهم على مطعم أو قهوة، يعني نعم الجيل الجديد والسوشال ميديا يعني التي قتلتنا بالحية التي يعلموها للأولاد، ونجد أن أصبح الطفل من عمر صغير احترافي في قضية يعني سرية الأمور وكيفية، لدرجة نعم أنه الأطفال أحيانا فقدوا براءتهم، يعني كثير زمان لم تكن موجودة كثير هذه الأمور. يعني بالأمس كنت أناقش قضية مع يعني أحد الأهالي، تهديد طفل عمر تقريبا 5 إلى 6 سنوات لطفل آخر، إن أنت إذا ما تختبي معايا بالمكان الفلاني في أحد المدارس أنا سأكلم الصف أن يعني يقطعك ولا يصادقك. تخيلي أطفال عمر 5 أو 6 سنوات، تنمر، نعم اللي هو يسموها الأبيوز، الأموشنال أبيوز، التنمر أو غير التنمر، خلينا نقول الابتزاز. هذه كارثة يا جماعة، كارثة أن يحصل في صف الأول أو الثاني ابتدائي ابتزاز عاطفي أو نفسي، ويخضع الطفل لهذا الطفل نتيجة أنه هو يهدده أنه سيمنع بقية الصف أن يصاحبه أو يكلمه. نجد الطفل حزين، نجده منقطع عن البقية، نجده ينفذ ما يملى عليه. فإحنا في عالم فظيع، ولذلك اللي تكلمت في أول حلقة أن هناك أنواع من الإقبال على العام الدراسي، عندنا من آثروا التوقف عن كل هذا واختاروا التدريس المنزلي. ولماذا نسأل التدريس المنزلي؟ التدريس المنزلي آثرت الأم أن تقوم بدور المدرس والمعلم والمرفه للأطفال على أن تذهب بأطفالها للمدارس نتيجة لهذه العواقب وهذه الأخطار. نعم، كلام في غاية الأهمية، ولكن دعينا أيضا نتحدث عن محاذير أخرى تتعلق بمحاولة استيعاب الأطفال داخل البيت. يعني أيضا الطفل الذي يعني يكون الجو مشحون في بيته وخلافات بين الأم والأب وبصوت مرتفع بحيث الأطفال يتأثرون بكل شيء، هذه الأمور أيضا لا تشجع الطفل على الذهاب إلى المدرسة بكل روح معنوية عالية. نعم. ويركز أكثر، يعني هو ذاهب إلى المدرسة بجسده ولكن عقله وتفكيره في البيت آخر، والخوف من مستقبل العلاقة بين الأم والأب. أنا لم أجد عبارة أجمل من عبارة أن لا يوجد هدية يهديها الأب للأم أكثر أو للأولاد أكثر من أن يحب أمهم. جميل، صراحة كلام رائع. يا ريت الأباء اللي عم يسمعونا يعني اليوم يركزوا رسالة على هذا، لكل الأزواج والمقبلين على الزواج ومن سيكونون آباء ما زالت يمكن زوجته حامل ولم يعني يصل المولود الأول، ليس هناك هدية تقدمها لأولادك أكثر من أنك تحب أمهم. نعم. ولذلك حينما تمنحها الحب والثقة والعطاء هي ستعطي بلا حدود. فعلا. وتعطيه هو أيضا. نعم. الحب المتبادل. هي قضية تغذية راجعة. يعني ينطوي وينطلي على هذا البيت الحب والسلام والعاطفة والتفاهم. وفعلا مثل ما تفضلتي أن الطفل المفروض أن يذهب بجسد وعقل للمدرسة، وليس أن يذهب جسد والروح والقلب مع مشاكل الأم وصراخ الأب وقضايا الانفصال والتعنيف. وطبعا ربما نغفل هنا أو يغفل الكثير من رجالنا والسادة يعني الكرام، ونحن دائما يعني يسموني نصيرة الرجل، لكن نصيرة الرجل أني عارفة ماذا سينعكس على المرأة وعلى العائلة. أن حينما تمنح هذا الشيء بطريقة غير مباشرة، أحيانا طبعا يعني بعض الزواجات لم تكن عن حب ولم تكن عن علاقة طيبة، مجرد عبارة عن زواج تقليدي وكذا، لكن لدى الأب حب عميق للأولاد فهو يركز على أولاد الأولاد ويقول لك خلاص زوجة. يعني أنا لا أحبها ولا أكرهها. ماشي، كلام سليم. لكن بالمقابل أنت لما تمنحها جو طيب
وعلى الأقل جو مودة حينعكس على الجميع، حينعكس على أولادك اللي أنت تحبهم واللي نويت إن شاء الله أنك تأسس حياة جميلة وتخرج وياهم وتطلع وياهم وتمنحهم كل حياتك. فتحية لهذا الأب وهذه الخيمة الوارفة التي يعني ظللت بظلالها على هذه الأم وهؤلاء الأولاد. لكن الفكرة عندما لا نكون على وفاق سواء الأم مع الرجل، حركات التنكيد المستمرة ويعني عدم التعاون، عدم سماع الكلام والطاعة، بالنسبة أيضا للرجل القضايا يعني المحاسبة والمكاتبة على كل صغيرة وكبيرة، هذه تنعكس أيها الآباء والأمهات على الأولاد. يا هناك يتولد لدي طفل حزين مكبوت مقهور، يذهب إلى المدرسة كل صباح وهو عقله مستمر وموضوع في غرفة النوم وفي المدرسة. ولذلك يعني في بداية هذا العام أرجوكم الرجاء الحسن أن نطوي صفحة عما كان في أمور الصيف وما قبل الصيف وما إلى ذلك، ولتكن صفحة جميلة وجديدة للعائلة، للطفل، للمدرسة. طبعا إحنا هنا عندنا قضايا الرعاية الاجتماعية فنحذر منها جدا، لأن طبعا قضايا السوشيال وركر وما أدراك وسحب الأطفال، وكنا قد تناولنا حلقة في نفس هذه القاعة المباركة حول هذا الموضوع فنحن لا نريد خسارة العائلة والأولاد لأجل أشياء تافهة لا تستحق. والخسارة ليست فقط على الأبناء وتحصيلهم العلمي أستاذة، وإنما أيضا حتى على مستقبلهم، على كل شيء في حياتهم المستقبلية عندما يصبحون شباب. نعم، كيف تتوقع من هذا الولد أن يراعي زوجته مستقبلا، أو أن أنت تروح على بيت ابنك وتتباهى بابنك وذريته وأنت لم يراك ابنك أمام المثل والقدوة؟ صعب يعني حقيقة. اسمحي لي أذهب، يبدو أن الأستاذة عائشة ما زالت معنا. شكرا يعني أنك ما زلت معنا سيدتي، أكيد سمعتي هذا الحديث المهم استفدنا منه جميعا، وأنا أشكر زملائنا أيضا لأنه بعض منهم يعني مقبل على الزواج، نتمنى لهم كل التوفيق ونبارك لهم يعني هذا الارتباط بإذن الله. وهم يعني قالوا لي أنا الآن سمعتهم أنه استفادوا كثيرا من هذه المعلومات حتى يبدأوا حياة زوجية ناجحة وجيدة وينجبوا أطفال أذكياء يعني وسعداء ويعيشون في استقرار دائم بإذن الله. أستاذة عائشة، هل لك ما تضيفينه على ما تفضلت به السيدة الأستاذة لانا؟ يعني أنا أود أن أشكرها بدوري لأني استفدت منها كثيرا. وأود أن أشير إلى أن علاقة الأم بطفلها لا تقتصر فقط على العلاقة الجسدية أو علاقة الحماية والالتصاق بالطفل يعني طوال الوقت، ولكنها كما تفضلت الأستاذة لنا هي معلمته الأولى، أستاذته الأولى، والتي يعني تريه خطوات الأولى نحو العالم الخارجي ونحو الحياة. وراء كل رجل عظيم امرأة سيدتي. بالطبع نعم. في هذا الإطار أود أن أضيف أن من الأمور يعني الجميلة التي يجب على الأم وعلى الأسرة بكاملها أن تهتم بها في إطار ترغيب ذلك الطفل بالمدرسة، والحديث معه عن أحلامه ولو كان طفلا بسيطا يعني صغيرا في العمر، يعني أن نبسط حديثا مبسطا مع هذا الطفل عن أحلامه، يعني ماذا يريد أن يكون في المستقبل، إلى ماذا يطمح، ومن هنا نجعله ينظر إلى المدرسة على أنها البوابة يعني التي تجعله يحقق ذلك الحلم، يعني من انطلاقا من هذه المدرسة سيتمكن من الوصول إلى غايته ومبتغاه. أن نجعله يعني طفلا يشاركنا في كل شيء، يشاركنا الحديث، يشاركنا التسوق، يذهب ليرافق يعني والديه لاقتناء مستلزماته المدرسية، يعني يضع شروطه واختياراته للألوان والأشكال، يعني أشكال أدواته ومستلزماته كلها، وهذا من الأمور التي ستجعله سعيدا بهذه المستلزمات، ونجعله أنها ملكة، يعني أن لا نقوم بتهديده دائما إذا قمت بتضييع هذه المسألة أو جعلتها تندثر أو يعني نزرع الخوف فيه، يعني نعطيه الفرصة لأنه هو يكون شخصيته، يعني يجب أن تكون هذه الشخصية مستقلة.
هذه الأشياء أنها خاصة، وبالتالي سيحرص عليها وستجعله يحب أكثر هذه المدرسة أو هذا العالم الجديد الذي هو مقبل على الذهاب إليه بكل بساطة. يعني أن يكون فردا مشاركا وإيجاد حضوره وليس منفذا فقط، يعني نعم منفذا نعم. لأوامر الأهل. شكرا جزيلا لك. أعود للأستاذة. نعم تفضلي. عن شخصيته ويبدأ بقول لا، يعني من هنا تبدأ شخصيته بالتكون وبالصغر. نعم اسمحي لي أعود إلى الأستاذة لانا. أستاذة لانا، يعني نقل الطاقة السلبية لعودة المدرسة ومخاوف الأم منها هي أيضا تؤثر على الطفل بشكل أو بآخر، خاصة قبل أن تبدأ المدرسة. أنا سمعت الكثير من أمهات نرجع نفيق بكير وقت مبكر ونحضر يعني حقيبة الطعام وبالتالي فكل هذه الأمور لا تشجع الطفل، يعني تجعله أكثر كسلا. يعني هنا طبعا يستحضرني نقطتين قبل ما يعني أجيب على هذا السؤال المهم. إعداد الأطفال بصراحة التي تمر بهم الآن ظروف صعبة، لا ننظر فقط إلى المدرسة المهيئة والمثالية فعلا. والمقاعد، الأطفال الذين يعانون من الفيضانات الآن في باكستان، هؤلاء أطفال مدارس أكيد. الأطفال الذين هم تحت الحصار مثل في غزة وفلسطين، الأطفال الذين يعانون من قضايا يعني فوضى وما إلى ذلك وثورات وغيرها في العراق وغيرها، هؤلاء أيضا حقيقة مشمولين بقضية فعلا. الإعداد المدرسي، هم يعانون الأمرين. نحن يعني الآن جميل كلامنا كله ومثالي ولطيف وردي جدا، لكن ماذا عن هؤلاء؟ هؤلاء حقيقة قضية الطاقة السلبية وقضية المآسي التي يعيشوها، قضية أنه ما قادر يحصل على دفتر، قضية أطفال الشوارع الذين احتاجوا أو اضطروا أن يتركوا مدارسهم، تسرب المدرسي، تسرب المدرسي. هذا قضية بروحها ممكن أن تناقش موضوع كامل، وهذه أيضا يعني من مشاكل اللاجئين خاصة. نعم مشاكل اللاجئين إذا كان من اللي جاءوا من سوريا بالضبط أو من دول بالضبط أخرى. والوالد غير قادر على إدخال أصلا مدرسة، قضية لا تجهيز حقيبة ولا حذاء ولا مدارس وأمطار. لنا عذرا على المقاطعة. نعم. يعني حتى مع ما يحصل الآن حول العالم وارتفاع نعم. أسعار الطاقة وغيرها، يعني حتى أسعار الكتب ومستلزمات المدرسة أصبحت نعم. خيالية. نعم. فما بالك عليها. بالدول التي تعاني صراعات وحروب. نعم وصراعات، ولذلك أنا كنت حابة حقيقة أتكلم في هذه النقطة اليوم، يعني قبل، وهي يمكن جزء من سؤالك اللي هو عن الطاقة السلبية. فالحقيقة ماذا عن هؤلاء؟ وكيف إعدادهم؟ وكيف أن ما هي القيمة التي يجب أن يراها هذا الطفل في عودتي للمدرسة؟ صحيح. عن أي مدرسة تتكلمون والمدرسة أصلا قد غرقت بالمياه ولا يوجد نظام في مدارس، لا في كهرباء ولا كهرباء ولا شيء. ماذا نتكلم عن الطفل الذي لا يستطيع والديه أن يجلبوا له حذاء فهو يأتي للمدرسة حافيا؟ ولذلك كان هذا أحد مشاريعي التي الخيرية التي أطلقتها قبل عامين في اليمن، اللي هي الحقيبة المدرسية، ومع الحقيبة الزي والحذاء أجلكم الله. والحمد لله لاقى صدى واسع، واليوم أيضا نحن نطلق هذه الحملة أيضا عن طريق منظمة نساء العراق، أيضا الأطفال العراقيين، وفي كل مكان موجود هذا المشروع حقيقة. أن تجهز الطالب نفسيا أن يكون شخص محترم يستطيع أن يدخل بكرامة على الصف الدراسي، أن لا يشعر نفسه مكسور وذو حاجة. ولذلك نحن نراعي أيضا هنا في بريطانيا مع قوانين التقشف وارتفاع الأسعار، أن ليس كل الآباء استطاعوا في هذا العام أن يشتروا الزي المدرسي الجديد، ولذلك هم استخدموا الزي تبع السنة الماضية، وهذا لا يمنع أن يكون يعني هذا في حال مقنياً. في حال ظل على نعم. نفس مقاس الطفل، لأن الطفل طبعاً. يكبر طبيعاً. يعني ولكن هنا نعم. في مسألة مهمة أيضاً نعم. إنه هذه الملابس المستعملة نعم. يعني تصلح للاستعمال لناس آخرين، لطلبة طبعاً. آخرين طبعاً. لذلك تجمع هذه الملابس بلا شك. وتعطى للمدرسة حتى تساعد فيها نعم. الأهالي الذين لا يستطيعون شراء ملابس جديدة نعم. مدرسية أطلقنا جديدة. أيضاً الأسبوعين الماضيين الحمد لله أطلقت هذه أحد التذكيرات والحملات بأجلكم الله الأحذية نعم. فالحذاء الذي صغر على ابنك يكون يعني حذاء لطفل آخر أكيد. لا يجد أن يلبس، وكذلك الزي والمريول المدرسي، حتى وأن أرسلنا إلى دول أخرى طبعا. سيكون أكثر من سعيد أن يصله قميص مرتب مكوي معطر طبعا بطريقة لائقة أرجو حينما، لأن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد العبد. ولذلك نهتم كما نحب أن تصل لصغارنا الحقيبة أو المريول
الكحول أو الزي المدرسي أو الحذاء يجب أن نعطيه لأطفال الآخرين. ولذلك ماذا عن هؤلاء؟ ماذا عن الأولاد الذين فقدوا أمهاتهم وكانوا في ذمة الله، الأم الوحيدة والأب الوحيد؟ أيضا أنا أنظر حقيقة لهذه الحالة، وهم يقبلون على عام دراسي سعيد، الأطفال كلهم مع آبائهم مع أمهاتهم، العائلة الواحدة والخروجات التي تكون في نهاية الأسبوع. ماذا عن الأب الذي فقد زوجته؟ وماذا عن الأم التي كان زوجها في ذمة الله وهي الآن في حالة العدة، أو يعني الآن الولد يدخل هذا العام مختلف عن العام الماضي، أبوه أصبح في بيت وأمه في بيت، مثلا حالات الطلاق أو الانفصال. هذه الحالات كلها تحتاج من عندنا سيداتي وسادتي إلى تهيئ، إلى رعاية، إلى نظر. ومن الجيد حقيقة أن الأب الذي واجه هذا التحدي أو هذا الظرف العائلي أو الأم أن يتكلموا مع المدرسة، أنني فقط يعني المدرسة اجعلها يدك اليمنى، حتى المدرسة تتفهم طبيعة الوضع، إن ترى إحنا حصل معنا في فترة الصيف هذا الظرف، والآن أنا في مكان والأم في مكان، أو مثلا الأم انتقلت إلى يعني رحمة الله أو إلى آخره، أو يوجد على الأقل ربما بعض الإشكالات، أو مقبلين على انفصال أو طلاق. فهذه كلها آليات يجب أن نتعلمها، هي ليست فقط أن أنا آتي بالطفل للمدرسة عبارة عن تاكسي أوصل وأرجع. القضية أبعد من ذلك، أن تهيئ طفل وإنسان ليكون صالح لأن يخرج المجتمع بدون عواقب، بدون أضرار، بدون أن يلجأ للمخدرات، بدون أن يلجأ للعنف أو للأمور الأخرى التي لا تحمد عقباها فيما بعد. نعم، كلام في غاية الأهمية، وفتحت مواضيع كثيرة. وبالفعل مسألة المساعدة، يعني نحن حتى نسمع أخبار دائما، نعم، ليس فقط في بريطانيا، يعني من دول عربية، أنه ارتفعت أسعار الكراريس وحقائب المدرسة وكل، نعم، شيء، وبالتالي يعني يصعب على العائلة الآن أن توفر مصاريف الدخول المدرسي، خاصة، نعم، نحن نتحدث عن المناطق المهمة، يعني حتى إذا لو سقط المطر لنصف ساعة تغرق المدرسة وتغرق الشوارع. سألتني أحد الأمهات ذاك اليوم، ما رأيك في تجهيز يعني إعطاء أو منح كل شيء للطالب أو تقنين الأمور؟ فقلت لها أنا لست مع الإعطاء الكامل، ولست أيضا أن نقنن إذا كان بالأمر سعة، سواء حقيبة الطعام. طبعا أرجو أن الأمهات اللي يحضرون حقيبة الطعام أن تراعي اختلاف المستويات، يعني صحيح. أرجوكم يعني رفع مستوى الحقيبة أن يكون فيها فواكه غريبة وأشياء عجيبة، صحيح، وبعض الأشكال من البسكويت وكذا، أن غيرك من الطلاب قد لا يستطيع والده أو والدته إحضار أو توفير هذه الأمور. فليكن أمورنا معتدلة، ولتكن الأمور متوازنة، ولا يكون نظرة الطفل إلى مكسورة إلى، صحيح، حقيبة طعام الطفل الآخر، وكذلك إلى قضية القرطاسية. يعني العالم بأكمله إخواني وأخواتي الكرام وآبائنا وأمهاتنا يمر بأزمة، يمر بضيقة، يمر ب يعني تقليل الرواتب وما إلى ذلك. بالأمس يعني تكلمني بنتي عن قضية الجامعة وأهمية الجامعة وماذا سنعمل وكيف سنرد بالنسبة إحنا هنا الدين واللون. يعني هل هناك فعلا الآن أصبح جدوى من الدراسة الجامعية، أم أنطلق مباشرة إلى سوق العمل وإلى غيره حتى أجد نجاحات وأوفر نفسي المال الكافي؟ ففعلا الآن إحنا كل شيء تغير، كل شيء يعني يحكم المال الآن. المال يعني لا أحد يقول لي عفوا من هذه الكلمة وسخ الدنيا أو يعني المال هو ينظف الدنيا وهو الذي يصنع النجاحات إلى حد كبير. ولذلك يجب أن يعي، نعم، أصبحت الأمور يجب أن يعي الطفل أهمية المدرسة. يعني نعم المال، ولكن المدرسة ونجاحك وثباتك على مستوى معين بإذن الله هو سلاح لك. يعني هو سلاحك لك. يعني ولذلك يعني من يظن أن المرأة لها بيتها وزوجها ومطبخها، هذه موديل قديم. الآن المرأة هي من تصرف وهي من تفتح تشارك. البيت وهي من تشارك. ووجدت الكثير الآن، يعني انتقلت في يعني أثناء الصيف يعني إلى دول أخرى، فكنت أجد يعني كثير منهم هي تعمل والزوج لا يعمل، يعني هي ممرضة، هي طبيبة، هي كذا. فلما تقول لي صعب والحياة، قلت طب والأب؟ قلت لي ما يشتغل أكثر من حالة، ما يشتغل. ولذلك أصبحت المرأة هي المعيل وهي المؤسس الأول للمنزل، وليس أصبح الرجل طبعا في دولنا بالذات النامية أكثر من الدول هنا. والحبل على الجرار بالنسبة للأجيال التي تستخرج من أولادنا وذرياتنا، سنجد انقلابة نوعية في تكوين المجتمع، ومن له العصمة ومن له النفقة وما إلى ذلك. بس أهم شيء يكون في عدالة بتوزيع الرواتب، لأن دائما الرجل بيأخذ أكثر من طبعاً.
هذا طبعا كلام آخر يعني الوقت قارب على الانتهاء، ولكن سؤالي لك، يعني هناك تقرير دولي قرأته بالأمس يقول أنه أزمة التعليم كانت كبيرة جدا يعني خلال سنتين أو 3 سنوات الماضية بسبب كورونا والوضع الاقتصادي في العالم، وبالتالي تراجعت مستوى التعليم. هذه في حد ذاتها قضية مهمة وشائكة. كورونا أثرت علينا بطريقة والله ما كنا نظنها في يوم من الأيام، لكن نقول إن شاء الله خير، ونقول نحاول نتجاوز هذا العام بإذن الله، بالرغم يعني أيضا هناك دراسات تقول أن كورونا ما زالت يعني، وربما قد تتصاعد وربما قد تنحسر يعني، الله أعلم، قال أنها موجودة، موجودة يعني، لكن إحنا نقول إن شاء الله يا رب أن اللهم أذهب عنا الغلاء والوباء والداء، إن شاء الله أن يعني نحاول أن نتجاوز هبوط المستوى الدراسي واعتماد كثير من الطلاب على يعني الشاشات على أو التعليم عن بعد، وأن ما أصبحوا يرون أصلا قيمة للذهاب أو للاستيقاظ، أو الأمهات نفسها بدأت تتذمر، تعودت على أنها تصبح وتمسي بالبيت ويعني من هذا القبيل، ولذلك هناك آثار سلبية. أولا في الحركة بركة، في الحركة بركة، ولازم يعني نتعلم أنه من كل محنة من كل محنة هناك يعني منحة. وكيف سينظر الطفل للمدرسة إذا أنت الأم مصبحة مسية تتأففين من التوصيل ومن ومن إعداد الطعام ومن تلبيسهم، يعني مش قادرين ما تخلفه يعني فعلا الإنسان يجب أن ينظر قبل أن يأتي لهذا الشخص للحياة كيف سيأتي يعني بنتائج هذا، ونتعلم الكثير من الدروس. نعم الحياة مدرسة. شكرا مدرسة جزيلا كبيرة. شكرا لك أستاذتنا العزيزة الأستاذة لانا السميدعي، وأيضا أشكر الأستاذة عائشة خويا من المغرب، شكرا لك، أنت ما زلت معنا تستمعين إلى هذه الحصة، شرفتينا أستاذة عائشة، وأيضا كل الشرف لك أستاذة لانا، أكيد للحديث بقية، أتمنى أن تكون هذه الحصة قد نالت إعجابكم واستفدتم منها. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. شكرا جزيلا.